بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل منتصبي العمود الفقري. غمض العيون، رخي الجسم، مراقب التنفس، شهيق هواء بارد بالزفير، عم نشعر كيف عم بصير ساخن. تنفس منتظم هادئ بطيء، منتابع. بالشهيق عم نشحن كل خلايانا، عم نشحن العقل الشامل الذي يعطي المعلومة الكونية لكل خلية. الزفير عم يتمدد الفكر، وعم نشعر بنظرة الشاهد، الوعي، كيف عم يستخدم الفكر كأداة نبيلة للعبور من هذا العالم الوهمي. وهمي بالنسبة لعالم راقي واسع لا حدود له، له وجود لكنه مقيد محدود، فأصبح وهميا بالنسبة لعوالم وطبقات الوعي الكوني. الشهيق عم نشفي نفوسنا بالنور، بالزفير، عم نشعر بأهمية التفكر والتأمل والتخيل كقوة دماغية حقيقية تخلق عوالمنا بحقيقتها من داخلنا لتتجسد في واقعنا إن لم تأسرنا وهمية الواقع. رح نروح رحلة مميزة خاصة جداً، يوصل كل واحد منا لمركبته الفضائية، فقاعة زجاجية شفافة كبيرة نقية، يضع بصمته عليها، تفتح الباب، يجلس على كرسي شفاف، يربط أحزمة الأمان، يركلج مركز الجبهة على مركز الكرة. مجرد ملامسة مركز الكرة لمركز الجبهة، فإن أي فكرة نطلقها تتجسد بلا زمن بالنسبة للقائم فوق الزمن، وستأخذ زمنا أرضيا بالنسبة لنفوس خضعت لعامل الزمن. الآن وضعنا مركز الكرة بمركز الدماغ، سنسافر إلى مركز الأكوان، إلى مركز الإمام الأعظم، مسيح الزمان، مسيح الأمم، القائم بالحق. نصعد بسرعة، نشعر بحضور مباشر لوجهه الكريم
وكأنه على صلة مع كل شيء من خلال مبدأ الواحد، هو المركز الذي يتصل بالكل. نشعر بوجوده، نصل لعالمه الخاص، نهبط من المركبة مع شعور بالأمان ووجود السيد المسيح بجانبنا. نستغرب كيف أننا سنزور السيد المسيح الساكن في مركز الوجود كعقل شامل بوعي كلي متفرد بالواحد يتصل مع الأحد سبحانه، وهو بجانبنا الآن. وذكرى مروره بيننا منذ 2000 عام وآلاف الأعوام وألف عام وكل عام تتلألأ فتجعل بذهننا تساؤلات كثيرة. نمشي بشوارع مدينته الخضراء الرائعة الجمال التي تتواجد فيها مخلوقات لطيفة شفافة بيضاء قمة بالروعة والوعي، وكأن المسيح قد أصبح ألف صورة وشكل. نستغرب وكأننا ننظر لأنفسنا بمرايا عديدة، نحث الخطى والمرشد من داخلنا والمسيح نشعر به بجانبنا. ندخل من باب قصره، بواب ضخم بيضاء اللون مؤطرة باللون الأخضر مكتوب عليها واصطنعتك لنفسي. ندخل من البوابة، نصعد على درج، حراس لطيفين جدا وكأنهم المسيح نفسه. نوصل لباب القصر لونه أخضر مؤطر بالأبيض مكتوب عليه واصطنعتك لنفسي. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، وكأنها تحفر نقشا رائع الجمال بداخل أثيرنا المصفى. ندخل وكأننا ندخل إلى عالم فيه كل الأكوان، وكل الأكوان موجودة في غرفة واحدة. رأفة بنا يظهر لنا شكل لا يوصف بكلمات، فائق الروعة والجمال، لا نعرف أكان شيخا أم شابا أم طفل. وجه مشرق بألف وجه، ورأس وكأنه بألف رأس،
نسلم عليه. يرد السلام من داخل قلوبنا، وكأن قلبنا ينبض بمحبته، فبرد سلامه ينبض بنشاط المحبة. لا نستطيع تحمل هذا المشهد الغريب، فنغمض العيون الأثيرية هناك لنصغي لرسالة المسيح لنا. أي أحبائي ساكني كهوف ومغاور العالم الأرضي، ولو أن بركات آلاف السنين وعبادات وجهادات أرادت لكم أن تزوروني لتعرفوا حقيقة وجودي بينكم، لم تكن إلا باستحقاق وجدارة لإخلاص يخص نفوسكم ويقين ثابت ورحمة من رب العالمين. عندما ظهرت برسالتي بينكم لم يكن ظهوري بشكل محدد ولا اسم معين، بل إن طبيعة الزمان والمكان ورغبة الإنسان بامتلاك أخيه الإنسان وتحشيد الحشود جعلت مني رسما محدودا، وتشكلت من خلالي مذاهب وأديان. عندما نشرت رسالتي باسم يسوع أعطيت المثل عن كيفية تطور الإنسان من عبد لله بمقام العبادة المنفصل ليصبح بعد عبور الظاهر من أهل الباطن وكأني ابن لله، ثم بعد عبوري الطرفين المتطرفين ستدركون معنى أنا في الآب والآب في. قليل من أدرك معنى الرسالة، وكثير من شوهوا تلك الرسالة. هي طبيعة عالمكم الأرضي في كل دور وزمان وفي كل مقام ورسول أو نبي. تنقسم البشرية لتنظر بعين حسية فتتعبد للجسد لأصبح أنا صنم بوجه رب العالمين، وهذا ما يؤذي قلبي المحب للجميع، ولكنها طبيعة الحياة أن يدخل الإنسان من الصف الأول، ولكن عليه واجب النجاح والتخرج لصف أعلى. هناك في الصف الأعلى يصبح
وسطاء مع جسد الأثيري ليعتقدوا أنهم مميزون بتواصلهم معي، وتخلق جماعات وتيارات ضمن المذاهب والأديان تطعن بأهل الصف الأول لتميز ذاتها بتواصلات أثيرية معي. مباركون بهذا المقدار، ولكنها ليست حقيقتي. فكما أن هناك مسحة كثر كذبة ومزيفون يعبرون عن الأنا باسمي، كذلك في العالم الأثيري آلاف الآلاف المضاعفة من الشخصيات الأثيرية تدعي شكلي وتتواصل معكم باسمي. هي محنة الحياة لتنمية حس التمييز السليم بينكم، هي نعمة على العاقلين ليرتفعوا لصف أعلى حيث يوحدون بعين العلم بين العوالم، ويجدون القائم بالحق في قلوبهم قائم. فأنا مسيح الأمم، ومدمر الجهل والظلام من بين أفراد الصفوف التي تعشقت عبادة الأشخاص وأثير الوجود. عندما قلت من أمات نفسه من أجلي فقد أحياها، لم أقصد أنانية فردية ألباتة، بل قصدتكم أنتم بأنفسكم لتميتوا الضد من بينكم، خصوصاً الأنا والتكبر والتسلط على الآخرين باسم الروحانية والدين. لن يعرف حقيقتي إلا من أمات نفسه من أجلي، وأنا لست محدودا بجسد، ولست محدودا باسم ولا كنيسة ولا طقس. كلهم مباركون بمقدار حتى حين. عند وجوب التخرج من مدرسة الدين لمعرفة أحدانية رب العالمين، فأنا الواسطة بين عالمكم وبين وعي الإله. أنا دومعة الذي دوما معه، واعيا لسلام الإلهية بنفسي، ولن يعرفني إلا من دخل لسلام الإلهية بنفسه. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، هي مقولة لكل ذات غير محصورة في أي ذات. وأنا لم أعطي إلا المثال، لا لأعبد فقد كفر حقا من قال أني ربكم، وقد كفر من قال أني ابن الله، لأن الكفر حجاب وقعود عن الوصول لجني خير محصول. الكفر وقوف عن التطور، هي مرحلة لا بد لها من العبور. من
يكثرون الآخرين أيضاً كافرون، هي حالة كفر تخصهم، رأوها بالآخرين، والآخرون أيضاً يكفرون عندما يتقوقعون في المقام المادي أو الأثيري بالنسبة لتعريفي بأني ربكم كجسد وأني ابن الله كوسيط أثيري. أنا روح الحياة وأنتم روح الحياة، فالروح لا تفرق بين إنسان وإنسان، ولا طبقة ولا مكان ولا زمان. عندما كنت بينكم فقد أعطيت المثل عن الإنسان بصيرورة الوجود، وكيف له أن يتخلص من قفص الجلود، كيف له أن يرتفع عن سكن الأخدود، كيف له أن يعي ما فيه. اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، أنا هو الطريق والحق والحياة. هذه الأنا التي تكلمت ليست أنا جسدية تضعون لها تمثال، مباركون بتماثيلكم، ولكنها مرحلة وثنية عابرة لطلاب الصفوف الأولى. أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا لست بشبح عابر لتتواصلوا معي، فإن صلاتكم الروحانية باسمي وساطات روحية خطيرة كخطورة تقسمكم لمذاهب وشرائع وطرائق كثيرة بشكل مادي، فكيف إذا ما تضاعفت الطاقة بكم آلاف المرات، كيف لكم أن تميزوا حقيقتي؟ لذلك وبسبب تلكم الوساطات باسمي قامت شعوب أيضا على شعوب، وقامت مدارس وتيارات لتستغل الناس باسمي. أنا المحبة بالذات، أنا المعطي كشمس الحياة، لا أعرف إلا بالمحبة، فكل من يتواصل معكم باسمي كإمام للزمان أو قائم بالحق أو مسيح الحق أو يسوع الأمم أو أي اسم كان، مجرد أن يبدأ بتكفير الآخرين والطعن بهم وتلفيق التهم لهم، اعرفوا أنه يتواصل مع عالم أثيري لم يتجاوز الصف الثاني، هو من بريق دائرة الأساس، فوعي التوحيد لا يقبل التضاد، وعي التوحيد توازن بطبائع العقل أنا أمثلها، ولن تعرفوني بحقيقتي حتى تتوازن طبائع العقل بكم، أن تتوازن حرارة الطاعة مع برودة الحلم، سكون التواضع مع قوة النور، فتصبح أنفسكم لينة وعقولكم مرنة. أما أولئك الذين يرون برقات تضيء لهم في سماء الأثير، فسيزداد النور الذي يجب أن يعدل بسكون التواضع، فبدلا من ذلك تميز الأنوات ذاتها عن الآخرين وتدعو للإله باسمي لتقيم الحد على الآخرين.
ولو بالفكر ولو بالنية دون احترام لمعتقدات الناس. كثيرون بينكم ينادون بالسلام ولكنهم بحقيقتهم يزعجون الآخرين بمعتقداتهم، يزعجون الآخرين بنواياهم وأفكارهم عندما يحددون على وعي الكوني شخصا أو اسما. فأنا مع كل الأسماء لأني مع الله. لا أتواصل معكم إلا بالمحبة، ولن تصلكم محبتي إلا إذا كنتم أنقياء القلوب. طوبى لكم من أنقياء قلوب. عندما كنت بينكم أعطيت المثال عن تحمل سفاسف الناس وثرثرات الآخرين. كم ألفوا ولفقوا عني وأنا لا أهتم، لأني لست بأنا. هم ينظرون لي كتجسدات لما بهم لأني بكل الوجود. وقد أعطيت المثل الأخير عن التضحية بالذات كسبيل رفيع للوصول لوعي حقيقة الذات. فلا ذوات أمام المولى الذات، والذي يفنى يشاهد كل أسرار الوجود ثناء بالنور، ثناء بالمعرفة. أعطيتكم المثال لتكونوا أمام نوائب الدهر بتسليم، وحوادث ما يجابهكم بقبول ورضا. فإن كنت أنا الروح الواحد في الجميع، قد تعرضت خلال فترة زمنية قصيرة لكل ما تعرضت له. فمن أنتم لتحزنوا أو تستاءوا أو تقيموا الآخرين؟ لم آتي لأؤسس مدرسة أو دين، فقط أتيت لألهم قلوب الأنقياء حقيقة كل دين، حقيقة الوجود. فمنهم من وصل إلى عين المقصود، ومنهم من يسعى، ومنهم من يزحف وما زال يحبو. ولأني روح الوجود لا أمانع أحدا بطقوسه وعباداته، وإن كانت وثنية، وإن كانت شخصية، وإن كانت دينية أو طقسية. ولكن لتعلموا جميعا أنه من الجيد لكم أن تولدوا على دين، أن تتربوا في مدرسة، ولكن من السيء أن تموتوا وأنتم لم تتخرجوا بوعي حقيقة المعلم، حقيقة المدرسة، حقيقة الدين، حقيقة كروح كل الوجود. تنتظرون عودتي في آخر الزمان، مباركون بظنكم وتفكيركم الطفولي لقصة آخر الزمان. ولكن الحقيقة
هي قيامتي بالحقيقة. فعندما قمت من بين الأموات، منكم من رآني كجسد قام من الممات، ومنكم من رآني كجسم أثيري، ومنكم من قامت الحقيقة بروحه فأصبح يغني: أنت أنا وحقيقتك هي عين باطني. هي قيامة الحقيقة بقيامة وعيكم، هي قيامة الحقيقة لترقية نفوسكم من صف لصف، فتتخرجوا برؤيا ذياك الجمال. يا نعيمكم أنتم من الواصلين. نحن الهامات أكثر بخشوع أكبر، بامتنان لهذا الفهم المقدس، لدخولنا بمحيط الأجوبة بعد أن كثرت بأذهاننا الأسئلة، فرأينا انعكاسات الصور على الأثير، ورأينا أسماء عديدة في عالم المادة والطين، ورأينا حقيقتنا هناك وكأننا هو بالذات. هنا أدركنا معنى الولادة مرة أخرى، هنا أدركنا قيامة العنقاء من بين رماد الجهل، وهنا أدركنا أن الروح بنا تفعلت بوعي الأحد بعد أن نفينا الضد من أنفسنا، فأصبحنا واحدين مع النور، واحدين مع العقل الكلي، واحدين مع النور. لا أنا انفصال، بل بنور داخلي نحن باتصال، وبتواضع وخشوع نحن بسكينة السلام. نشعر وكأنه يرسل لنا رسالة فكرية بأن نستلم من يديه المباركتين هدية، كل واحد فينا بيقوم ليستلم هدية بيتفاجأ وكأنه عم يستلمها من نفسه لنفسه. كل إنسان قد فهم الحالة ولكنه لا يستطيع وصف الألوان للعميان، نستلم الهدية، صندوق مرصع بكل أنواع المجوهرات، بكل مجوهرة مجرات ومجرات، أكوان وأبعاد. نفتح الصندوق تخرج رسالة نقراها. فليقرأها دهر قلبك: إنكم في مدينة السلام، وقد جعلنا لكل شرعة ومنهاج، وقد علم كل أناس مشربهم، مباركون جميعكم، عودوا لتنشروا السلام من قلوبكم النقية بصمت الحواس. نسلم على أنفسنا وكأننا عم نسلم عليه، وبنخرج وكأننا بوعي كل الوجود لوحدة تأخذنا قوة كونية على المركبي، نضع بصمتنا، يفتح الباب، نجلس وكأنه المسيح بعده معنا، وكأنه بقلبنا،
وكأننا معه واحدين بالوعي والروح. نركلج مركز الكرة كقانون كوني على فكرنا، نفكر بالأرض، نعود بالتدريج، ننزل وبأذهاننا ذكرى ذلك المشهد العجيب، وبقلوبنا عبير تلكم الزيارة المباركة التي لم تكن قد جرت بالدار فتوصف بالمقدار، فهذه هي القيامة الكبرى، قد قامت حقا، كانت وعدا منذ السنين. نفتح باب المركب، نسمات أرضية تداعب جبهتنا، تذكرنا بنسمة من نسائم جوده، تجعل كل من في الوجود بخلعة الغنى. ناخذ شهيق زفير، مباركون أنتم مباركون، يا نعيم الواصلين. منحس أكثر بوجودنا المادي بعد دقيقة، للي بيحب يفتح العيون بالتدريج. نفرك الكفين ببعضهم بعضا، للي بيحب نضع الكفين أمام العينتين، منرفرف العيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.